صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة مظلوم يا غريب كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لو كان ينفع للعليل غليد فاض الفرات بمدمعي والنيل كيف سلو وليس بعد مصيبة ابن عقيل لي جلد ولا معقول خطب أصاب محمدا ووصيه لله خطب قد أطل جليل أفديه من فاد شريعة أحمد بالنفس حيث الناصرون قليل خذلوا وانقلبوا إلى ابن سمية وعن ابن فاطمة يزيد بديل آوت فطوعة مذهتها والعدا من حوله عدوا عليه تجول حتى هوى بحفيرة صنعت له أهوت عليه أسنة ونصول قتلوه ثم رموه من أعلى البناء وهو قتيل مذ فاجأ الناعي الحسين علت على يا فقدان مسلم رنة قالها وبكى ويصوج بيده
ويج بالكوفة بقى وحد بالكوفة ويج بقى وإنا إليه راجعون. من كلام لأمير لأبي عبد الله الحسين في رسالة له سلام الله عليه إلى أهل الكوفة، بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أما بعد فإن هانيا وسعيدا قد قدم علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي، ولقد فهمت كل الذي قصصتم وذكرتم ومقالة جلكم أنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والهدى، وأنا باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإن كتب إلي بمثل ما قرأت في كتبكم فإني أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب، الآخذ بالقصد، الحابس نفسه على ذات الله والسلام. البيعة وأخذ المواعيد والعهود مسألة أقرها الإسلام، والله سبحانه وتعالى بين هذا في كتابه الكريم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والإمام الحسين رأى في ما وردت إليه من كتب باعث آخر على البواعث التي ذكرت وبينها واستنتجها العلماء المفكرون المحللون، والتي منها وجود الطاغية وهذا الرجل يزيد، رجل غير مؤهل من كل الجوانب إلا الطغيان، فكان هذا أيضا باعث من بواعث النهضة الإمام الحسين وجود الطاغية يزيد، لكن أيضا من بواعث نهضته وفود الرسل ومجيء الكتب التي أكدت فيما أكدت على بيعته وعلى الانضواء تحت لوائه، فكان هذا أيضا باعث لتوجه الإمام الحسين إلى العراق، علما أنه كلنا يعلم بأن الإمام الحسين قد بين المستقبل. الأخ جزاه الله خير حتحدثنا عن يعني الظروف التي نعيشها الآن والمستقبل، يعني مستقبلنا إحنا مستقبل ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ليملأ الأرض قصدا وعدلا بعد ما ملئ ظلما وجورا، الأمر لابد منه. نعم يراد تمهيد واستعداد، ويعني قبل الظهور فأكو علامات ودلالات، منها ما ذكر الأخ جزاه الله خير وما ذكره قبلنا، أقول مستر نستر دوموس هذا أبو النبوءات أيضا ذكر بعض الأمور، وأتذكر حتى هنا في لندن هذا صار فيلم ووزع بث من أكثر من مكان ومكان، فإحنا أجدر فعلا بالاستعداد
بهذا الموقف ونأخذ الاحتياطات المطلوبة. أهم شيء واحد أن يعد نفسه ليوم الظهور وكأنه سيكون غدا. فما هو موقفنا؟ يعني فعلا هذا يدعونا إلى أنه نكون دائمي التفكير للتمهيد لهذا الأمر. نعم تسبقه يعني علامات دلالات أحداث، يعني يكون إحنا نكون مؤهلين لدراسة هذه الأحداث ويكون إن موقف منها. وللأسف إحنا المسلمين باقين على البركة، يعني ماكو فعلا جهة تكون تخطط تدرس موضوع الغيبة من عقائدنا، لكن خليها أنت وربك. أبدا ماكو فجهة، بينما إسرائيل تخطط 100% إسرائيل تخطط، وهكذا الدول الغربية. أما لما نعرضوها كفيلم، يعني ما الذي سيقدموه لمعارضة هذا التوجه؟ شنو مثل ما قال يعني حرب بالأزرار، لو يدسون بيناتنا يعني أيضا راح تكون أساليب أخرى، يعني أساليب الوهن والإضعاف والتسقيط للمسلمين بطريقة أخرى، يعني مثل ما استخدموا الأمويين بذاك الوقت، والآن التكنولوجيا بعد أكثر والدهاء أكثر والخبث والمكر أكثر. يعني اجوكم اهل الشام ترى ما تقدروا، اجتكم امريكا ما تقدروا، عندهم اجهزه تقتل واحد هو وبيته، لا تطلع خارج البيت. قد يكون اساليب عندهم كثيره. فعلا احنا نحتاج الى انه ولو باسم الامام عبد الله تعالى فرجه الشريف يكون انه فعلا مؤسسه تدرس مستقبلنا. كتب الشهيد الصدر الثاني قدس سره موسوعته، موسوعه الامام المنتظر، لكنه بقيت على الرفوف، يعني ما صارت لها في الدراسة فعلا ومتابعة، تشكل مؤسسة لهذا الغرض وترفض العالم بأن ديننا مو دين انتقامي، مو جاي احنا ننتقم منكم، لا، نريد أنه ننشر العدل، المساواة اللي تحملها منظمات حقوق الإنسان وغيرها والدعوة بها، والإسلام أولى بها وهو يدعو له. فالإمام سلام الله عليه إنما يعني بعث مسلما لأنه وافته كتب، وهو يريد أن يستيقن. رب سائل يسأل، شنو هو الإمام يحتاج إلى بيعة فلان كالرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي بعث من عند الله سبحانه وتعالى؟ لا، لتأكيد هذا المعنى، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتوجه لأداء العمرة بالطريق يوصل إلى مكان يقال له الحديبية، وصلت الأخبار أن قريش قد وصلها الخبر وعدت العدة لمناجزتك لقتالك، فبعث لهم في البداية يقول بعث عمر بن الخطاب، قال له والله أنا أعدائي كثيرين وأخاف أقتل، لو تبعث عثمان بن عفان. عثمان يعني من آل بني أمية جذورة من آل أبي سفيان. فبعث الرسول عثمان، وصلت الأخبار أن عثمان قد قتل، فما كان من رسول الله إلا أن يأخذ البيعة، يجدد البيعة، وفي مكان الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا مبينا، وفي آية فتحا قريبا. يقول الفتح القريب، ومو فقط يعني أنه راح يحجون وفتح مكة، فتح قريب هو فتح خيبر لكسر شوكة اليهود الذين كانوا يتآمرون على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعلا الله سبحانه وتعالى مكن المسلمين بتوفيق من عنده وبشجاعة أمير المؤمنين. هذا مرحب اليهودي أيضا فد إنسان يعني فارس معروف في وقته ك مثل عمرو بن عبد ود العامري، ويبرزون للجماعة الواحد تلو الآخر يرجعون خايفين. إلى في اليوم الثالث الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأعطي الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لن يرجع حتى يفتح الله على يديه. ويقول الناس الموجودين كل يتمناها، أما علي فمو بالحسبان لأنه كان أرمدا يشكو عينيه.
لما أصبح الصباح قال أين علي؟ قال يا رسول الله إنه يشكو عيني. قال علي بي. فأخذ شيئا من ريقه فمسحه فعافاه الله. وأعطاه الراية. فقال له الإمام يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين؟ قال يا علي لو أن الله هدى بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. إخواني إحنا هم بحاجة، يعني ما انتهت يعني مهمتنا في الغرب، وإنما قد يكون يعني حكمة الله قضت إلى أن ننفتح على الناس بإسلامنا قدر المستطاع، حتى بهذه الممارسات التي يراد لها التشويه. إخواني حتى الشعائر الحسيني للأسف هسه شوفوا الآن بال يعني الإنترنت المواقع الاتصال شوف شكل من أساليب تحريف تقزز. إحنا كنا نذكر بتواضع بخشوع بهيبة حتى الشعر يكون هادف، الآن فالطريقة أشبه بالرقص. والله أتذكر يمكن بالتسعينات رحت إلى أمريكا، أحد الشباب جاب لي تقرير موقع من قبل معاون مدير CIA عنوانه تحريف المجالس الحسيني. الله الله، وشنو شلون تحريفه؟ يرشحون كوادر لدراسة الدكتوراه عن الشعائر، وذاكرين من إيران العراق الكويت الباكستان، وتصير بعد هي وغيرها خطأ. أنا أشطب الأسماء، إذا ما تمارسه أنت منافق، أنت معادي، أنت. يا أخوان إحنا جايين لأنه ننشر، هي ما كانت المصيبة إلا قد يكون واحدة من أسبابها أنه ننشر الدين ونقيم المجالس لتبيان أهداف ثورة الإمام الحسين في إحقاق الحق، نشر دين جده صلى الله عليه وسلم. أما أن تنحرف ويتصرف بها تصرف آخر أبدا، هذا يعني إذا وجد الإمام بين ظهراننا فإنه أبدا لا يقبل بها. وأقول أيضا هنا كن نلتفت إلى ما الآن ينشر باسم الشعائر الحسينية، فأولئك حرفوا والآن من هناك من يحرف، وأيضا بالاستعداد للظهور أو لأيضا ما يسبق من علامات الظهور يراد تكون أكو جهة. يعني احنا لا نعتب على فلان وفلان جهة، أو لا فعلا أنه من أهل الفكر و يعني أيضا الإبداع في أنه وضع خطط لما ينم الأمور، كيف إذا مثلا لو صار الأمر كذا ماذا سنصنع، لو أبدا ماكو التفكير والتخطيط لمثل هذه المسائل، وقد نأخذ على حين غرة ونخسر الجولة. الله تدخل وسوى كذا وكذا وكذا، لكن احنا هل نستطيع ان نستقطب الوضع ونربح القضية الموضوع الجولة؟ هاي يحتاج الى تفكير فعلا. فشيء جيد يعني تثار مواضيع من هذا القبيل. فيبقون اهل البيت لانهم الخط السليم الصحيح للرسول صلى الله عليه وسلم يعرضون للشبهات، ولهذا ايضا نحتاج الى ان نعرف بهم مواقف الإمام علي عليه السلام، اللي مثلا أنه ما كان ليقال قال علي، قال أبو تراب، قال أبو زينب، قال إحنا بحاجة إلى حتى الأسماء هنا، ولو في إحصائية لسنوات أن يمكن أول أو ثاني اسم من أسماء المواليد هو لمحمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلي محمد. أنا تأكيدها أيضا لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. يا سبحان الله، لشدة العداء كان أكو تحدي، كأنما لأمة تشوف علي 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 علي، بس حسين ماكو. ولو هذه قد يكون هم خصوصية للإمام الحسين، لا تصرف الأنظار عن الإمام، يبقى نسخة يمكن لا تتكرر فعلا. فإحنا حتى في هالجانب هذا كون الراعي قدر المستطاع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة لمواجهة القوم إلى أن صار المسألة مسألة هدنة وصلح صلح الحديبية، وكان الإمام هو الكاتب. وأسأل الآن يقول لك كاتب الوحي فلان، هو شقد عمره صار حتى أنه عمره الإسلامي حتى أنه
يعني يصير ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتمد عليه، ما يزور ما يحرف، يبقى الإمام علي من البداية إلى النهاية يعني هو الجناح والساعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيكتب البنود عندما يجي سهيل بن عمرو عن المشركين، هو مندوبهم، ويكتب يقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. لا هاي مفردة، هاي مصطلح، هاي كلام، هاي جملة ما سامعينها منهم. قول بسمك اللهم يا بسمان، بسمك الله، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. لا لو كنا نؤمن بك انك نبي لما قاتلنا، غيره اكتب اسمك. يقول قال الامام علي اكتب محمد. الامام ما قبل ان يمسح محمد رسول الله، فاخذ الرسول القلم ومسحه. عموما فالذي كتب البنود، بنود الصلح، هو الامام علي عليه السلام باملاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تمت بقيه البنود وتحقق للرسول ما أراد. أيضا هناك من المسلمين الموجودين من احتج على الرسول، مو قلت احنا راح كذا يفتح الله علينا وشنشوره، يعني وصل حد إلى أنه كلهم منا نحن ننوي وأيضا ننحر الإبل وثم نحلق ونرجع. أكو من احترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، إجا واحد منهم قال له أو تشك أنه رسول الله، شنو تحترض؟ و يرجعون المسلمين، والسنة الثانية كما أنه في البند أنه يرجعون السنة القابل لمدة 3 أيام بدون أسلحة بدون كذا كذا، لكنه كمعاهدة أو كبيعة أخذها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين الذين كانوا معه، ويقدر عددهم 1400 ليؤكد الولاء. فالإمام الحسين سلام الله عليه إنما أيضا بعث مسلم ليؤكد هذا الولاء ومضمون هذه الرسائل. وهذا أيضا يعطينا انطباع آخر أن الذي يقوم بالمهمة يجب أن يكون بدرجة عالية من التأهيل. إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. هو ابن عقيل، عقيل وما أدراك ما عقيل، كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنجب أولاد منهم مسلم سلام الله عليه الذي تربى تحت رعاية عمه أمير المؤمنين سلام الله عليه. أما إحنا مثلا أحكي لكم عن العراق وأنتم تعرفون أكثر سفراء العراق في الوقت المعاصر هم ضد الدولة، وهذه هي في الحقيقة يعني قلة أمانة. وإلا المفروض بالخارج يعني يعكس وجهة نظر دولته، وطني يكون وطني. شوف مثلا سفارة الجمهورية الإسلامية كل سفاراتها تحيي المناسبات خاصة محرم، هسه وليكن مو بصيغة اللطم وبصيغة يعني محاضرة إسلامية تأكد على نهضة الإمام حسين، أهداف الإمام والتعريف بها. احنا غير المسلمين درسوا نهضة الإمام الحسين، غير المسلمين درسوا نهضة الإمام الحسين وتأثروا بها. احنا سفاراتنا تخجل أن تقيم مجلسا تذكر به بمصيبة أبي عبد الله الحسين، اللي هي حادث عالمي كبير ما محدود في مكان، كل أطراف العالم. وأمس شفت في تغطية لأبناء الإسلام في باكستان، ما شاء الله حضور رهيب، الله يحفظهم ويحفظكم جميعا إحياء لهذه المناسبة. وهكذا الآن في استراليا أطراف العالم، لكنه للأسف ماكو حضور سياسي رسمي. ليش؟ لو مناسبة مثل إحياء كذا كذا ويرضون إلها. يعني أنا عتبت على السفير السابق يقول لي ها حتى لا يكونون طائفي. شنو طائفي؟ هو الحسين محسوب على طائفة؟ صح حرام. فالإمام الحسين بعث رجلا مؤهل، سفير الإمام الحسين رجل مؤهل يحمل الهم، هم الدين، وأيضا هم كان يعرف بأنه أيضا سينال الشهادة. وإني لأرجو الله
أن يرزقنا الشهادة. الإمام الحسين في توصيته أربعة باب، ويوصي مثلا ومنها أنه إحنا نسأل الله أن يرزقنا الشهادة. الشهادة للمنزلة كبيرة الحقيقة، لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. ونحن الحقيقة في فعلا انتمائنا لهذا المذهب كنا نتذكر دائما يعني كيفية الوصول إلى هذا الوسام، هذا الشرف، رغبة بما عند الله، دفاعا عن الحظ، دفاعا عن الفضيلة، دفاعا عن مكارم الأخلاق. وإذا كان كذلك فعلا نكون من أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه ومن أتباعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأخذ بسيرته وسيرة جده وأبيه وأمه وأخيه. فالإمام يبعث مسلما سلام الله عليه إلى العراق، ويمر في الطريق بمطبات منغصات إلا أنها لم تثبيه، يواصل حتى إلى أن وصل إلى العراق، دخل في دار المختار رضوان الله تعالى عليه، واجتمع إليه الآلاف، حتى كتب للإمام الحسين: أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، فلقد بايعني 18,000 كل يقول عجل القدوم علينا، 18,000. طبعا هي العاطفة مو دائما يؤخذ بها، يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول إن صاحب هذا الأمر لا يحضر الموسم ويرى الناس ويرونه ويعرفهم ولا يعرفونه، وأما أصحابه فرهبان في الليل فرسان في النهار. فعلا نحن نكون أسوة بالإمام الحسين، برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي يخاطبه الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. يعني مو سهل واحد يعني يواجه موقف صعب إذا لم يكن قد عد العدة على المستوى الروحي، على مستوى الشجاعة، دائما كأنما يعيش هاي الأحداث ولا يستسلم للراحة والدعاء، فإنها قد تكون يعني مرحلة صعبة أن يرى الإنسان تلك المواقف والقوى، وقد اجتمعت كل القوى الظالمة على الإسلام والمسلمين. اللي اجتمع مسلم هذا العدد يقولون في أيامها في لياليها كانت المرأة تسحب زوجها والأم تسحب ابنها وتخلي الساحة، مسألة عاطفية، بسبب فعلا أنه يعني كان الاندفاع عاطفي. نعم أكو ولاء وحب لأهل البيت، لكن الحب العقائدي الذي يستطيع الإنسان معه أن يضحي بالغالي والنفيس، يعني حب زهير بن القين، مع ما أنه رجل يعني حديث الصحبة مع الإمام الحسين، بالطريق صح التعبير كسبه الإمام الحسين لما أذن له ولهم في ليلة العاشر: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. قال: والله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيه. هذا الإخلاص. نعم إحنا إن شاء الله قريبين من هذه الدرجة، درجة الإخلاص لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لكن نحتاج إلى أن نعززها بالذكر الدائم لله سبحانه وتعالى، بتلاوة الكتاب، بقراءته، باستحداث مسابقات. إخوان ولتكن لكبار السن، لا تستكثرون: والله أنا ما هسه ما أحفظ قرآن، ما أحضر دروس قرآن، وأكثركم من المفكرين المثقفين جزاكم الله خير. لكنه حتى في حفظ القرآن يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقأ، درجات الجد، اقرأ وارقأ. أنا الحقيقة شفت بالعراق فنهضة قرآنية والله الحمد، نسأل الله أن تستمر بالمسابقة. اثنين بقوا يتنافسون، يعني واحد بمرتبة جد والثاني الحفيد، يعني واحد عمره 12 سنة واحد جد يعني بالستينات، صار تسابق بيناتهم. والله شقد معجب. فأقول لا بأس تصير في النشاطات من هذا القبيل
في موضوع التفسير، في موضوع التأليف، المسابقة القرآنية للحفظ رجالا ونساء، رجالا ونساء، رجالا ونساء. لا بس أنا قبل يعني في 6 أشهر جتني في الدبنية قالت لي يسلم عليك عمي دكتور حسين. دكتور حسين كان نائب أستاذ الكلية الإسلامية، سوى سفير، قالت أنا حافظ القرآن.